السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا اليوم. أجواءنا اليوم أجواء شديدة الحرارة، ومتوقع أن تكون رطبة نسبيا خاصة على المناطق الشرقية من دولة الكويت، وذلك بفعل تحول الرياح للرياح الجنوبية الشرقية. متوقع أن تستمر الأجواء الحارة في النهار وكذلك الرطبة خاصة على المناطق الساحلية خلال اليومين القادمين، وكذلك الأجواء المعتدلة خاصة على المناطق الغربية وكذلك المناطق الشمالية من دولة الكويت. الأجواء الحالية في مدينة الكويت: سماء صحو بشكل عام، رياح جنوبية شرقية سرعتها 5 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 43 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 12%، ولكن متوقع أن ترتفع خلال الساعات القادمة خاصة ابتداء من الساعات الأولى من المساء في مدينة الكويت وضواحيها. الرؤية الأفقية جيدة تتجاوز 10 كيلو. الطقس المتوقع في منتصف هذه الليلة أعزائي المشاهدين: الأجواء في المناطق الغربية من دولة الكويت تميل إلى الحرارة، درجات الحرارة المتوقعة في منطقتي شقاية والسالمي 34 درجة مئوية، رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. أما بالنسبة للمناطق الوسطى وكذلك المناطق الساحلية، متفاوت درجات الحرارة المتوقعة من 34 إلى 36 درجة مئوية، متوقع أن ترتفع نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية وكذلك الجزر بفعل تحول الرياح للرياح الجنوبية الشرقية الرطبة. مع بداية دخول ساعات صباح الأولى من نهار يوم الغد، متوقع أن تتفاوت درجات الحرارة الصغرى ما بين 31 درجة مئوية في المناطق الغربية إلى 34 درجة مئوية في المناطق الساحلية وكذلك الجزر. تستمر يعني الأجواء أو الرياح خفيفة السرعة متقلبة الاتجاه إلى رياح جنوبية شرقية خفيفة لو معتدلة السرعة، مع استمرار الأجواء الرطبة خاصة على المناطق الساحلية والجزر. منتصف نهار يوم الغد أعزائي المشاهدين، متوقع أن تتفاوت درجات الحرارة العظمى ما بين 45 درجة مئوية في المناطق الغربية شمال الكويت في مزارع العبدلي قد تصل إلى 46 درجة مئوية، كذلك المناطق الجنوبية في مزارع الوفرة 46، مناطق الساحلية والجزر متفاوتة ما بين 41 إلى 43 درجة مئوية، مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة في معظم ساعات نهار يوم الغد. الأجواء البحرية أعزائي المشاهدين، متوقع أن تكون أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية. ارتفاع الموج متوقع أن تراوح ما بين 2 إلى 4 أقدام. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 3:50 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 5:15 دقيقة، موعد أذان المغرب الساعة 6:30 دقيقة. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، في يومين الأحد والاثنين أجواء رطبة على السواحل وشديدة الحرارة بالنهار، متوقع أن تكون 46 درجة مئوية العظمى، أما الصغرى متفاوتة ما بين 32 و 36 درجة مئوية، مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية خفيفة لو معتدلة السرعة. يوم الثلاثة تتحول الرياح للرياح الشمالية الغربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، متوقع أن تراوح سرعة الرياح ما بين 8 إلى 32 درجة مئوية خاصة على المناطق الغربية، متوقع أن يكون هناك نشاط نسبي في سرعة الرياح. أما المناطق الوسطى والساحلية متوقع أن يكون فيها الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تستمر طول الأسبوع القادم. درجات الحرارة العظمى متفاوتة ما بين 47 إلى 48 درجة مئوية، أما الصغرى متفاوتة ما بين 33 إلى 35 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، أشكركم على حسن المتابعة، والآن نأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.